قال يا صاحبي يلكن أشهر دواذا ورك عالم كي الصومالي ذا خد بدأ أقوى وين أنت سبذا وحين كوي جناحي صدق مجلة اللاس عناد يولي بورك يقدم بيجي إيد الصومالي لان إذا مهر لأي جيس مجلة ذا سي بركة عيا كبر لوضي ومعلمه يقدم بيجي نايك السعودي إذا مذا أي جوده وصل قال مجلة ذا شعب كي بدي سجب حي مجلة اللاس عناد دليل كي يسيكر ديا إيدو تعدي جيس أنا يعني إذا مذا الصومالي لان أي حرقة جوستين بنا عكلنا مدحوينها سومالي لان مصبه عبد أشير جرائي دقدق أو كوقبتي مقالة هرقيسة أي وحو كهاللي أرينت اللاس عانود ديقنين أدري داد أشيغين فلنا أي كوضان أما أي كما عاشيان علادة كتاقن مقالة اللاس عانود وحو أشيغين كلو قليهين بنتلان سوماليا يوليبا دولدها كيا يوليبا إثيوبيا أشيغو سيقارة فارين أدري حلبان فارح جعبدو عن راه ذي فارح معلن وكترسن برلمان كدلك كي أو شجعي إن مركزي وشجعي مجلة دلاس عنو تلكاس إن مركزي كذا واقعي تقال كذا ناسو مالي لان هذا بقى قد بدأ مذحونها يعني رنعيك للدوان كي يجي دونا وهل كان يدين كوجو سوجود بين دونا إن تاسي داو ذي الوحي هاي قد بدي ورك وجو وين مركزنا واحد كوسو دواتان يجي أوفيسنا وركنا نجسو جار يا مجلة دلاس عنو ده حرونت سومالي لان وحى أنا راه ذي حرونت جبل كسول وحى يشيء يعني المجلة ده سيح صدق يكسي دار يس إسلام مركزنا دلك الشعب كاي بلابين إن يسقى بركة عن مجلة ده ولي وحى عكيران وعيرك يسكو شريران حالة مجلة دلاس عنو ده جبل كسول هل كاسو مدوك دوا طبعا بالموضة يرب شذا كسر عدان كدي مركي دين الآن لجارين إن عدة جيسات مجلة ده سيجوك تايك النقدين هذا وحال الشيء يا إن شعب بدنا يستجبر بحين مجال هذا يضو إذا ماذا سومالي لأن يجودها أقلين سومالي لأن واحد يصير وكل جيس إذا ما أدفر بدن مجال هذا وحنا الغص ورم يا إن حسد أد علوس أي كتاج انتهي جيس كلنا مدحينها سومالي لأن مصبيح عبدي أو شدك دقك قبطي مجال هذا هرجيس إسلام مركانا قصرك مدحتو يدا وكلية شيء مدحه قارن كغص رئيسي كم يدهين قدوميها قرها قرتي ده مدن سليمان محمود آدم كحجين كيسا مدن سعيد جامع علي قدومي كحجين كقولها وكيلة ذا هنا كسمها قدوميها قولها وكيلة ذا مدن سعيد مرفع راح يحبنا الله كم بدأ قولها وزير ذا وحجرت كحلبانة هالدورة يولي بس ياسين كله أي واحد وكه الله يحال ذا كسر عزبوناتي مجال ذا لاس عناد يولي بدل الكجوك تذا إذا ما ذي سيجي سنيان كلن كاسي مركه وصور دم هذه وحبلش ذا الله هذه مدحينها سومالي لان مصبيه عبد يقدوميها قرها قرتيه سومال لا سومالي لان محمود أذن حنسي وافي واحد لين دبك كتاجن لاس عناد وحنعيش جن إني كل قليهين معمول ذا بنتلان يولي بشنت معمول قبلاده كجرا ذلك سوماليا دولدة فدرال ك سوماليا دولدة كينيا يا إثيوبيا وشجعين مدحينها سومالي لان إني كعنا يان حي صدق كتاجن مجال ذا لاس عانود وحو كوغو ديي ان عيد كسو اسكو دايدا ان ويرر كسو قادة مقالة لاس عانود اي اسك دفاعي دونار هادي اي دولادة فدرال كاهان لهيد بنتلان هادي اي هان لهيد يو وليبا دولادة ها إثيوبيا يا كين يو كوي ديي ان ايوغونو اي هورين ايان علاد كتاقن مقالة سي دادك ديلالك جيسان اي ايو كوي ديي ان اي يهين ارقا جيسو وقاركود اي قعانتكو هايان سومالي لان qarkood xukun uu ku dhacay halka qaar kalena xabsi ay ku jiraan oo iyagana maxkamad la soo taagi doono Muuse Biixi waxa uu ku calaacalay in markaasi dawladdiisa ay isaga filan tahay cid ka soo weera soo qaaday isagoo sheegay in la isku baheystay hadaba shirka jiraayd uu qabtay Muuse Biixi waa kan inta la hayo maxkamaddu haya ilaa 2009 ilaa maanta laas caanood dadka lagu dilay waa 40 qof أفرتك كاقف وحال الحياة وكيسكو ده الحياة لبي إياه صدر سيدي نوافقت بكم غي لبي إياه صدر كا وحا حكوما ولا حكومي صدح يا لبات وشيرش كتيرة تدوبا وحا صعود كيسكو زي سيدي نوافقت بكم غي لوانا محكمة دوي سيدي مركا نصفك هو ويقنو أفر إياه لباتن أيا أهم مسؤولية قرن تتكلم دلي أو أبدا محكمة لها حيار إلاليها إيو قيبها أمن إيدك وحا لو يلافتك لير لابا قدومية حسبي قدومية قبل كسول حسبي كلمية إيا قدومية حسبي وضاني إيا قبل كسول وكيو دبية أفر إياه لباتن كاسي أهم مسؤولية قرن لحية طوانا وشعب لقد دلائي وحي تاقير سيه دولة سومالي لان
hasayeshe dadkii dambiyada geystay oo qaarna xabsiga ay jiraan intii kala lahayay waxay yihiin oo la aqoonsan yahay oo la raadinayo waxay shacabiga ku abaabureen oo ka dhaadhiciyeen in ay Soomaaliland laysay dadka taasina waa cadawgii ku dilay oo haddana dowladda adiga ku dilayay ee dadkaani markaas ilaa 2009 ilaa maanta dambiyasha dhacay waa intaa siyaasadda dowladda uga howlgashay sidaa darteed waxaan ogahay shacabiga oon farinta u dareynaa nabadii magaaladeena soo celiya ciidamaduna idinka iyo nabadiinuba ilaalinayaana way ka baxayaan waxay dheeraada maxaa ciidamada loo keenay cabsi baa la dareemay magaalada in dagaal laga dhexdo waxaa hadlay siyaasiyiin baarlamaanka kenya ka mid a oo faarax macalin kow ka yahay oo yidhi ha la dagaalamo faarax macalin wuxuu ahaa ninka isagoo xildhibaan ah oo guddoomiya ku-xigeenka shirgudoonka baarlamaanka kenya ah halkan yimid ee laascaanoo tegey ee ku dhiirinay laascaanood inay ka mid ahaato somaaliland wuxuu ahaa ninka tegey laascaanood ee 10 arday ka soo kaxeeyey iyo carruurtiisii qaar ee jaamacadda camuud geeyey ay wax ku barteen ma doonaysaa in aad barato qur-aanka iyo culuumta islaamka ma doonaysaa in aad barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduun iyo aakhiraba oo ma u weyday wakhti aad ku tagto dugsi ama ubadkaaga aad ku geyso haddaba waalid waxa uu dugsiga Al-Rayyaan online kuu diyaariyey hab casri ah oo online ah waxaana kuugu diyaara macallimiin saacidaya ubadka haddaanay garanaynin luuqadda soomaaliga maadooyinka dugsiga lagu barto waxaa ka mid ah qur-aanka hingaadda carabiga ducooyinka siirada rasuulkeenna sallallahu calayhi wasalam tarbiyada ubadka yaryar sidoo kale xaruntu waxa ay waalidiinta ku nool qurbaha ee aan ku hadli karin afka soomaaliga u haysaa fursad ay ku baran karaan qorista iyo ku hadalka af soomaaliga kama marna barashada xisaabta oo lagugu barayo soomaali ahaan wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir Al-Rayyaan qur-aan online lambarada shaashada idinkaga muuqda wuxuu ahaa ninka mar walba la taagay qadiyadda soomaaliland si wax loo xalinayo ugu doodayay inay ku fadhido mid sharciya dadka siyaasadda midabeeya ee maalinba mid roga warkooda waxba ka soo qaadi maayo laakiin maanta lagama filayo inuu yidhaahdo soomaaliland waxaan culaysinayaa soomaaliland iyo beero uu magacooda sheegayey oo ah dadku si qabari ah u dagaalamo wuxuu yihi faarax macalin ma soconaysa wixii ingiriiska dhigay iyo isticmaalka ugu tegey faaraxow aduu kenyan baa tahay qurumaha badan ee kala afka ee kala diinta ah ee kenya ayaad wax la qaybsatay ood la baasaboor tahay ood la aqoon tahay garan maayo raygaasi wuxuu kaa gadaarayay faarax intaasaan leh waxaa hadlay oo dagaal iclaamiyey madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa maanta kollaba lagama filay inay puntland dagaal ku iclaabso soomaaliland waan soo weeraray dhibaatooyin badan baa labadeena waa ina haysta maanta annagu waxaan u taaganay nabad iyo jaar wanaag waxaanan u leenahay dagaal lagama faa'iide ka joog haddii se aad ka fursan weydo ood weerarkaa soo qaadana waxay aad ka hashaad leedahay soomaaliland qaranimadeena daafacdo waa u diyaar laba dani wuxuu yihi xasuuqa ka dhacaya laascaanood eegan mayno waa ka dagaalamayna laascaanood mudaaharad bay ciidan buliisa ay isku dhaceen dadku waa mashkalad soomaaliland u taallo oo ay xalinayso kana garaabayso dowlad iyo shicib maxay u dhacday arrintaas dadka maxaa ku dhintay waanu ka siman laakiin waxaan ku leeyahay intii boosaaso ku dhimatay ee adiga iyo in diyaana ay ka dhimatay dhexdiina ee ka dhacday dee shagore ka badita intii ku dhimatay boosaaso maalintii gabadha xildhibaanada ee mtu joogta ay ka soo degaysayna ma gaadhin waanu idin ducaynaynay oo mashkaladiina maanaan soo fargelin maanta talada adiga ku-xigeenka ugu hadheen weerar aynu qaadno soomaaliland aad bay arrintaa u dhegeysanaysaa oo maqlaysaa waxaanse kaga ciilaahay mar hadday soomaaliland ciidankada shicibkooda diyaaradalkooda ayna daafacaan
هدي أتكشوي قول نبض ديدو وحياة كاشر ده صوص عنو كله أرنت الدنيا يوركوا إعلامي أنا حمر لوردة شوكتاد لما تتوه يوصف فرتاي وحاول دريله ما أنت قوليس الشعب إتو فرستاي أيو قدو صوص ما دونيسا إن أدبرتو قرآنك يعلوم تإسلامك ما دونيسا إن أدبرتو قرآنك أبتكا سيكو أنفعان الدنيا قربة oo ma u weeyday waqti aad ku tagto dugsi ama ubadkaaga aad ku geyso hadaba waalid waxa uu dugsiga alrayaan online ku diyaariyay hab casri ah oo online ah waxaana kuugu diyaara macallimiin saacidaya ubadka hadaanay garanaynin luqadda Soomaaliga maadooyinka dugsiga lagu barto waxa kamid ah quraanka hingada carabiga ducooyinka siirada rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam tarbiyada ubadka yaryar sidoo kale xaruntu waxa ay waalidiinta ku nool qurbaha ee aan ku hadli karin afka Soomaaliga u haysaa fursad ay ku baran karaan qorista iyo ku hadalka af Soomaaliga kama marna barashada xisaabta oo lagu barayo Soomaali ahaan wixii faahfaahin inta dheer fadlan kala xiriir Alrayaan Quraan online lambarada shaashada idin kaga muuqda.